بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. فكرة اليوم لها علاقة بالفضول، أي رغبة الناس في استكشاف الأمور الغامضة أو التعرف على الأشياء الجديدة. طبعاً هناك نوعين من الفضول: الفضول المسموح اجتماعياً، يعني حب الاطلاع أو الاستطلاع، والفضول الممنوع اجتماعياً، يعني الحشرية أو التدخل بأمور الغير لأمور شخصية. بالحالتين لابد من التأكيد على أن الفضول بشكل عام هو محرك أساسي للدماغ وشبكة العصبية داخل الدماغ اللي هي نيورونز، وهو أيضا عامل صحي جدا للدماغ، بيساعد الإنسان على استكشاف الأمور وتعزيز العلم والثقافة. ولكن الفضول المسموح هو الأفضل إلنا ولغيرنا، هو المحبب أكثر لقلوب الناس وعقول الناس. إذن احذروا الفضول الممنوع. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.